أنا بقيت باكل عشانك واتغيرت عشانك يا شيخة، ده أنا بقيت بلبس عشانك، بتكلم وبلبس وباكل عشان أرضيكي بالطريقة اللي أنت عايزاها. أحسن مني في إيه؟ أه؟ لا بنت اسيا، اوريك الاقي خالد. ده شارب، تعال مجنون، تعال تعال ايه ده بس، ايه ده، صلي على النبي. يا بنتي افتحي قولي لي عملتي ايه، ريحي قلبي، ربنا يريح قلبك. سيبوني في حالي بقى. أنا بحبها بقالي 20 سنة. زي الأفلام كده أقول لك 20 سنة. أختك اللي عمرها ما ابتسمت في وشي إلا عشان عايزة مني حاجة، وبعد كل ده أختك ماشية على حل شعرها مع البرنس صاحب الشركة مرتبيه ومقرطصاني ومقرطصات يا برنس. اخلص، اتجننت اتجننت. سكرانة منها يا عم؟ انا مش سكران. لا سكران، لا مش سكران. ولازم تفوق عشان تكلمني زي ما بكلمك، عشان لما تفوق هحاسبك على كل كلمه بتقولها. مش سكران، انا مش سكران، وده مش هيغير اي حاجه من اللي انا شفتها. يا عم الدرجه.